شكرا. هنخش على قضية بقى المعقدة جدا، هي ازاي نتعامل مع تشبيك الحاجات دي كلها مع بعضها. الحقيقة انا هطرح 3-4 نقط وهديكوا فكرة عن اللي بيحصل حاليا، يعني as of اول امبارح، يعني كان اخر ما وصلنا اليه. الطريقة المثلى للتعامل مع مشاكل معقدة من هذا النوع هي النمذجة، بمعنى انه لازم ابني تصورات معينة عشان اقدر اعمل استشراف، وهذا الاستشراف هيقضي بالضرورة الى انه هعمل او افترض علاقات ما بين الحاجات وبعضها، وبعدين اقعد اراجع على الواقع. فزي ما قلنا هنا، خد بالك ان في اساس الوضع وفي ري اساس، لان بعمل برايورتايز اكشن، بعمل ريسبونسز، اعمل مونيتورنج للاوتكمز، وارجع تاني اشوف ايه اللي لازم اعمله. وده زي ما قلنا اللي هو الاساس اللي لازم نمشي عليه، وفي مشاركه موضوعيه من البوتوم اب بابليك اويرنس، وفي بوليتيكال ليدرشيب من التوب داون. الاوبجكتيفز اوف ذا موديلنج بالنسبه لنا احنا بقى، لازم يبقى في كومباتيبيليتي بين الجلوبال والريجنال موديلنج. يعني ما اذا كان هتفرق عن بعضها لازم نعرف تفرق ليه. فكومباتيبيليتي مش معناتها انها لازم تبقى فاهم، بس على الاقل نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل مع بعض. لازم حاليا ردا على سؤال اثير، فوكس اون ادابتيشن. الميتيجيشن ده احنا ممكن نمشي فيه كجرين ايكونومي من ناحيه، لكن من ناحيه ثانيه في مفاوضات بتتم ما بين الدول وبعضها وقضايا ثانيه، يعني عايزين نشوف هنحمي المحليات بتاعتنا ازاي. نمره ثلاثه، ان عايز تو جايد لوكال اكشن ديسبايت فاست انسرتينتيز. يعني هو المشكله دي كلها ان الانسرتينتيز ضخمه جدا، ففي غيبه وضوح توقعات سليمه ممكن الواحد يقول ايوه مسعدلات الثقه 95% هتبقى كده، بيبقى صناعه القرار اصعب. وده هنا النمذجه بتعمل سيناريوز. النمبرز والاستيمس بتاعتنا شود بي كومباتيبل، دي اول حاجه. الفوكس اون ادابتيشن ليه؟ لان احنا والله الميتيجيشن بتاعنا الكونتريبيوشن بتاع مصر ما هوش كبير للعالم كله، والافكتيف ميتيجيشن ميجرز هياخد وقت طويل جدا، ولذلك لازم نبتدي من دلوقتي في الادابتيشن على اي حال. وبعدين ان احنا من اكتر الدول الفالنربل واللي هتبقى افكتد يعني من الكلام ده. فتو ديزاين ادابتيشن ميجر عايزين نعمل ذا موست لايكلي سيناريوز. السيناريو بيخش فيه بعدين، الماجنتيود اوف ذا لايكلي تشينج والتايم اللي هيحصل فيه. يعني توقعي انه حاجه تبقى كمان 5 سنين غير ما تبقى توقعي حاجه كمان 15 سنه، لانه الاجراءات اللي لازم اخدها مقابل هذا هتختلف. ولازم نقدر نحط اولويات. ده بقى أصعب حاجة، لأنه في هذا الموضوع زي ما هتشوفوا كل حاجة مشبكة مع كل حاجة تانية، من الأخلاقيات إلى وضع المجتمعات إلى زيادة السكان إلى زيادة الدخل إلى التغير الـ consumption patterns إلى 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 كله متداخل مع بعض. فنحط أولويات وفوكس on the most important measures وندخل stake holders معنا. الأوبفيوس adaptation measures اللي حقيقة نعملها على طول greener policies throughout، دي بغض النظر عن هيحصل ايه في المناخ، هي مصلحه عامه بجميع المعايير بما يخص الطاقه والميه والتلوث والامن الغذائي والبنيه التحتيه. والفوكس انا ارى بالنسبه لمصر على الاجريكلتشر اند ووتر، لانه ده جزء اساسي في الفود سكيورتي والويل بينج. ولازم نعمل حاجه ما بنتكلمش فيها كفايه اللي هي الريزيلينس. الريزيلينس اللي هي المقدره ان حاجه تتحمل ضربه وتقوم تاني، تبقى فيها هذه القدره. في دراسات حواريكم دلوقتي على الدلتاز المختلفه في العالم عملت ايه، ولازم كل ده يتم ان احنا نعمل السيناريوهات ده، يعني يبقى لها ارقام واوقات ماجنتيود اند تايم، وذا اونلي واي تو دو ذات ويل بي موديلنج. طب في تو كاينز اوف موديلنج، هقول حاجه على الكونسبتوال ابروتش اوف موديلنج. في حاجه اسمها ايجنت بيزد موديلنج، طورت اصلا في سانتا في انستيتيوت في امريكا من حوالي 25-30 سنه. والفكره فيه ان الواحد بيعمل لما يبقى عنده فيري كومبلكس سيستمز، هم طبعا ما كانوش مهتمين بالبيئه، يؤسفني يا دكتور ان اقول هذا الكلام، وقتها لما بداوا الكلام ده كانوا مهتمين بالستوك ماركت، ان الستوك ماركت عشوائي ما حدش قادر يفهم ايه، وبعدين كميه الترانزاكشنز اللي فيه كانت كبيره جدا، فمش قادرين يعملوا توقعات مظبوطه، فاخترعوا حكايه الايجنت بيزد موديلنج. الايجنت بيزد موديلنج قال لك في كومبلكس ترانزاكشنز مش هعرف ايه نتيجتها، وهعمل ايه؟ هعمل ايفولوشنري سيستم.
في وقتها بعض العلماء في البيوديفرسيتي كانوا بيشتغلوا بنفس المنهج ده فطبقوه على الاثنين. المنهج ده هم سموه agent based computational economic modeling ACE modeling، انما عامه تاني بيسموه agent based modeling يعني ABM. ده بيعمل ايه؟ بيقول لك طيب انا هفترض ان انا بالنسبه بتوع البيوديفرسيتي بيخترعوا كمبيوترايزد افاتار لسبيشيز معينه ويحطوه في اطار كمبيوتر بالنسبه كذا سبيشيز مع بعضهم في اطار كمبيوتر زي تقول ده منطقه معينه، وبعدين في قواعد اذا تفاعلوا مع بعض هيتفاعلوا ازاي، وبعدين بتسيبه كده بقى لمده كذا يوم وتشوف ايه اللي بيحصل، اني سبيشيز اللي بتطغى على اني سبيشيز، ما هو مش قادر اتنبأ من الاول. ففي بريدتور براي مودلز وفي حاجات كده بتعمل بالشكل ده، وبتوع الكومبلكسيتي عمل نفس الحكايه لان بيبقى فيه التو واي فيدباك ما بين المايكرو ستراكشر. وسموها تسميه ظريفه الكالتشر ديش ابروتش، ان نقدر نعمل فيرتشوال ايكونوميك وورلد ان ويتش وي كان تيست ذس. فبتعمل اكسبيريمنتال تريتمنت كونديشنز لانيشال كونديشنز، وبعدين تسيبهم ديفلوب في الكمبيوتر كالتشر ديش، وبعدين تطلع تبص هل في باترنز ظهرت ولا لا. فبيعمل ايه؟ فبيعمل السيناريوهات بتاعته بانه يعمل تويكينج للانيشال كونديشنز ويسيبها تشتغل سيناريو واحد سيناريو اثنين سيناريو ثلاثه سيناريو اربعه. اذا وجد ان في باترن بتظهر ما بين كل دول يبقى الباترن دي بروبابل انها هتظهر، ونقدر نحسب البروبابيلتيز بتاعتها بسيرتن بروسيسز في الستاتستكس والماثيماتكس بنقدر نحسبها. الموديل ده ما اتطبقش في الشغل اللي احنا بنعمله بتاع الاي بي سي سي وبتاع الحاجات الثانيه. ليه؟ لانه قال لك لا، ان احنا بنشتغل اساسا عشان ناثر على قرارات راشنال او سياسيه بتقوم بها حكومات. يعني احنا اذا الافتراض بتاعنا انه يعني المستقبل ده نتيجه اجراءات احنا بنعملها، ما هياش عشوائيه ومش متوزعه على مئات الملايين من الناس، انما الحكومات قادره انها تاخذ هذه القرارات اذا كان عندها مسانده شعبيه لهذا. فده كان حاجه، والكي كاركترستكس بتاعت المودلز دي مش ما قلتش عليها، انما انا ما عنديش مانع ان في يبقى في مجموعه عمل داخل مكتبه اسكندريه مع الجامعه ومع الجامعات المختلفه تشتغل وتجرب هذه الوسائل المختلفه الموجوده لهذا، لان دي بتدخل فيها بعد بيهيفيرال، والبيهيفيرال اسبيكتس والترانزاكشنال اسبيكتس مهمه في عالمنا الجديد اللي احنا بنتكلم عنه. هو اهم حاجه في هذا الكلاس اوف مودلز دي انها فيها ديستريبيوتد كنترول، يعني ما فيش حد متملك منه، يعني السيستم بيشتغل زي ما هو في الستوك ماركت، ما هو مئات الالاف من الصفقات اللي بتتعمل كل يوم هي اللي بتحدد الاسهم دي ترتفع والاسهم دي بتنزل، اكتر من ان في حد صانع قرار ده مش زي مشروع بستثمر فيه الى اخره. انما اللي احنا هنعمله وهو اللي ماشي دلوقتي في الكلايمت تشينج هو از ابلايد سيستمز اناليسيس، a series of interlinked models، مش موديل واحد او اثنين او ثلاثة او عشرة، انما ازاي اربط دول كلهم مع بعض، وبنبنيه بالسيناريو. فهوديكم مثالين، في مثال لدراسة اتعملت في هولندا السنة اللي فاتت من 2010 على ازاي نفكر في الريزيلينس بتاعت الدلتا. طبعا هولندا مهتمين جدا بقضايا البحر والميه والحاجات دي من زمان جدا، فهم يمكن اكتر ناس اشتغلوا فيها، انما عملوها على 10 دلتا في العالم. فالفكره في ده الدراسه الكومباريتيف اسسمنت بتاعت البلنرابيلتي، ده السينثس ريبورت بتاعته في الدلتا الاينس. الفكره فيه بيقول لك ان في، وده هتلاقوه هيرجع تاني في تقريبا كل النماذج، في درايفرز اوف تشينج. هنا economic development, population growth, technological development, climate change والsubsistence. subsistence ان الارض بتنزل، مش بس البحر بيرتفع انما الارض بتنزل زي فينيس يعني. والمانجمنت ده بيخش على ثلاثه لايرز، في البيس لاير اللي هو natural systems، في النتورك لاير اللي هو الانفراستراكشر، طرق وميه وديتشز ورايحات وبتاع، وفي الاوكيبيشن لاير اللي هو ايه الاوكيوبيشن بتاعت الناس، بتعمل ايه، مصانع بتعمل زراعه بتعمل حاجات اون توب اوف ذات. وده بقى بيحتاج لقضيه الجفرنس من الناحيه دي. وهنا بقى الترندز ان سوسايتي
اللي هي البيهيفيرال اسبيكتس، ريسك افيرجن، بارتيسيبيشن، برايفتيزيشن، اتسترا. كل ده بيأثر على الجفرنس بتاعت الدلتا ديفلوبمنت اللي هي بتشتغل على الثلاثه سيستمز دي. الثلاثه سيستم، ثلاثه لايرز دول هما مع بعض بيتفاعلوا مع بعض، والنتيجه بتاعتها اما ان عندي بنيه وسيستم بيبقى ريزيلينت او بيبقى فراجايل. فده الاساس بتاعه. وعملوا الدراسه دي على اساس سيستم كان اتطور في الـ او اي سي دي، اللي هو درايفرز بريشر ستيت امباكت ريسبونس. ونرجع تاني، بس لازم دايما الريسبونس والبريشرز بيرجع الميجرز تاني بتبان، لان بنعرف الضغط اللي موجود على ناتشرال سيستم شكله ايه. فادي العينات اللي عملوها في الحكايه دي. المهم ان الجفرنس بيلعب دور كبير قوي في الموديل اللي عملوه بتاع الريزيلينس، لان في النهايه قدرة الجوفرنس، الحوكمة أو صناع القرار، إنهم يستجيبوا بسرعة للي بيحصل، ده جزء كبير جدا، وخصوصا إذا هم قادرين إنهم يبقى معاهم مساندة شعبية لهذا القرار. ده بيدي ريزيلينس مقابل إنه الفراجيليتي اللي ممكن تحصل، إن يبقوا ماشيين في اتجاه يحصل حاجة، في صدمة، ما فيش استجابة، الصدمة تؤدي إلى انهيار السيستم. المشكلة بقى إنه حتى في هذا الرسمه اللي عملته لكم دي بشوف حواريكم بقى ازاي في الدراسه كل سؤال مربط باسئله تانية. فاذا بدانا بالدرايفرز اوف تشينج اللي هم الحاجات اللي كانوا محددينها المؤثرات، ادي المؤثرات المختلفه في بوبوليشن جروث وانفراستراكشر ومش عارف ايه كل الحاجات دي. كل واحده من دول تيجي تدرسها هتلاقي نفسك عندك اديشنال سيت اوف ستاديز بتعمل حواليها. وده ايه؟ ده مجرد الدرايفرز اوف تشينج. تعالى بقى نبص على اللي بعديها، الريسيرش نيدز. قال لك عشان افهم الدرايفرز دي واعرف اتعامل مع الجراف ده لازم اعمل ستاديز. ستاديز بتاعت ايه؟ ادي الحاجات اللاند يوز وسوشيو ايكونومي، جينيريك ستاديز، انسرتينتيز، الانسرتينتي بروبلمز دي فيري امبورتنت بروبلمز، الجفرنس والهيدرومورفولوجيكال ايكو سيستم نوليدج. وادي عدد الدراسات اللي عايزه تتعمل على كل حاجه. ده ايه؟ في هولندا. مش هقول لك احنا بقى عندنا عملنا لسته كده بتاعت الدراسات اللي احنا عايزينها، لسه قدامنا مجال نشتغل فيه. اللي عندنا المشكله ان في دراسات موجوده في حتت بس هي مش متربطه مع بعضها، فهو التربيط ده هو المهم. ادي السيستم بتاع اللاير موديل اللي انتم شايفينه، البيس لاير والنتورك لاير والاوكيبيشن لاير. وإذا خدت الأوكيبيشن لاير اللي هو البريشر اون لاند اند ووتر يوسز، هتجد إن في مجموعة من العوامل ناتجة منه، وورا كل واحدة برضو في هذه الدراسة. ده احنا لسه ما بدأناش في دراسة الريزيلينس، ده مجرد لينج أوت وات إز نيدد عشان الواحد يقدر يعمل دراسة موضوعية لهذا الموضوع. في دراسات كتيرة جدا بقى اللي بينفع هنا دور الطلبة الجامعيين، بيعملوا رسائل، كل واحد بيعمل له بوكس من دول يطلع رسالة ماجستير، رسالة دكتوراه، رسالة بتتجمع مع الأساتذة والأساتذة يجمعوا في سنترز إلى آخره. وده بقى بقية النتورك لاير والبيس لاير إلى آخره. وعملوا دراسات أولية كده في باي دلفاي تكنيك، بيسألوا المتخصصين على 10 دلتاز في العالم بما فيها الدلتا بتاع مصر اللي هو النيل. ادي نهر النيل، اغلبه نيجاتيف طبعا، الكرنت سيتويشن از 1 نيجاتيف، مودريت سيناريو هيبقى 1 نيجاتيف برضو، اكستريم سيناريو لو حصل تغيرات كتيره هيبقى فيري نيجاتيف، لانه لسه ما طبقناش الريزيلينس ميجرز المطلوبه في هذه الدراسه. على الاقل ده مجرد بدايه اقتراح موجود، وده بيورينا ان احنا لازم نعمل حاجه على اللوكال ليفل، وان في يعني مش بنبتدي من العدم، في ناس كتير اشتغلت في الموضوع ده، في دلتاز ثانيه موجوده قابله نقدر نشوف، اللي كان زي بيسال على التمبلت، في تمبلتس موجوده نقدر نتعلم منها، بس طبعا هنضطر نطلع بتاعتنا احنا بعد التفكير في التجربه دي. الجلوبال اكسرسايزز الحقيقه في سيناريوز ان جلوبال انفايرمنتال اسسمنت، الميلينيال ايكو سيستم، سيستم اللي اتعمل ايفالويشن بتاعه بصوره عامه كان بيجي يقول سنه 2000 ادي الفات، وبعدين هنعمل سيناريوز ونشوف نوصل ل 2050 وما بعدها. وبنعمل أربعة جلوبال سيناريوز أساسية، الجلوبال أوركستريشن، الاعتماد على التكنولوجي، الأدابتنج موزيكس في حتت مختلفة، والأوردر فروم سترينث، وده رياكتيف برو أكتيف ريجنال وجلوبال. إنما الفكرة إن كل واحد، كل خط هنوت في الدايجرام ده، كل خط من دول عبارة عن فاميلي أوف سيناريوز مش سيناريو واحد.
بالنسبة للجلوبال انفيرمنتال اوتلوك الووتر ويزدرولز مثلا، ادي السيناريوهات الكونفنشنال وورلد والسستينبل وورلد، عايزين ده سحب المياه المتوقع وده سحب المياه اللي عايزين نوصل له، فازاي هنقدر نزق الخطوط دي لتحت كده. هو ده الكلام الاساسي، ايه الاجراءات اللي لازم تتعمل؟ ادينا احنا وصلنا سنه 2010 دلوقتي، طب هنبقى عدينا 2010، عايزين نوصل بقى ايه اللي يتعمل قبل 2020 واللي يتعمل قبل 2025 و2030 عشان نقدر ننزل المسار كده. بالنسبه للكلايمت سيناريوز، ففي الاستعاله سبيشال ريبورت اون ايميشن سيناريوز، عاملين اربعه فاميليز اوف سيناريوز، هي صحيح كلها الدرايفنج فورسز زي ما رسمها هنا جذور الشجره واحده، انما ممكن انها تتجه الى فروع مختلفه. كل فاميلي من دول از فاميلي اوف سيناريوز، وزي ما كنت بقول لكم من شويه في السي ليفل رايز، الاي 2 سيناريو هو اللي كنا متبنيينه. دي الفاميلي اوف سيناريو، كل سيناريو فاميلي له ستوري لاين، يعني هفترض ان الدول هتقدر تتفق على الميتيجيشن، وهفترض ان الميتيجيشن ميجر هتخش into effect سنة 2020، وانه هيبتدي يبان الامباكت بتاعها 2025، طب هيحصل ايه بقى النتيجة؟ ده is a family of scenarios بالنسبة للحكاية ده. ففي الـ A1 family، A2 family، وبعدين بنعمل بقى scenario groups، وبعدين بقى عندك انواع كتيرة جدا من السيناريوهات وبنغير فيها بناء ان نبعت الناس اللي بيعملوا الماتيماتيكال موديلنج بيعملوا الحسابات ويرجعوها، انما الانتربريتيشن بتاعتها والتويكينج نقول لهم لا نغير الفاريبل دي لازم متخصصين في الزراعه وفي البيئه وفي الاقتصاد، هم اللي بيعملوا الحكايه دي. لما بيعملوا الحكايه دي هم في نفس الوقت بيرجع لهم الفيدباك انهم يشوفوا طب انا لما بغير دي قد كده بيحصل ايه؟ وفين البرايورتيز اللي هي ويز ليميتد اكشن هجيب ماكسيمم امباكت؟ ايه الكومبينيشن بتاعت الفاكتورز؟ ودي اللي اصعب بكتير، انما هي الاهم والاوقع، ايه الكومبينيشن بتاعت الفاكتورز اللي بتؤدي الى الهاي ماكسيمم امباكت؟ ادي بقى اكتر قوي بقى من اللي بيقوله دكتور طلبة، ادي الفوركاست في الثلاث سيناريو، الداتا بيس رينج شوف طالع قد ايه، وادي ال 1990 رينج اللي اشتغلنا بيه، وادي التوقعات المختلفه، ودي اغلب السيناريوهات اللي موجوده هنا موجوده في الحته دي. ده زي ما وريتكم قبل كده لما كنا بنتكلم على الاركتيك رينج، كل مودلز دي بيقوم بيها مجموعات متخصصه ولها اراء مختلفه فيها. وده لاول مره هندخل بصوره واضحه مش بس زياده السكان، انما زياده تعليم الناس، لانه قال لك الناس اللي هتبقى متعلمه اكتر هيبقى عندها نقدر نوصل لها اكتر الخطورات اللي على المدى البعيد. دي مجموعه اللي هي الاجريجيت ايميشنز سيناريوز. تعال بقى الانرجي سيناريوز، عملنا الانرجي سيناريو خلصت سنه 2012، الجلوبال انرجي اسسمنت اتعمل والانرجي اوتلوك اتعمل، وفي تصورات المدن هتتحول ازاي الى اخره بحيث ان يبقى في كفاءه اعلى قوي. الاجريكلتشر سيناريوز مجموعه ثانيه من السيناريوهات موجوده، ودي التقارير بتاعتها كلها سينثيس ريبورتس مع الفاو ومع كل مؤسسات الامم المتحده مشتركه في الاكسرسايز اللي بقول لكم عليه، UNDP، World Bank، FAO، WMO، WTO، طبعا اليونب، يونسكو، كلهم مشتركين. الووتر سيناريوز بقى مرت بفترات كثيره، وانا كان ليا الشرف ان سنه 95 قلت للناس في ستوكهولم حروب هذا القرن عن البترول وحروب القرن الجاي هتبقى عن الميه، واسسنا بعد كده الورلد ووتر كونسل والجلوبال ووتر كونسل، الدكتور محمود ابو زيد راس واحد وانا رأست الثاني، وبعدين عملنا الورلد كوميشن اون ووتر وطلعنا التقرير ده، وكان اول مره نعمل فيجن اكسرسايز بالنسبه للميه سنه 2000 ولونج تيرم فوركاست مرتبط بالسيناريوهات. والبوليسي اكشنز ما اتغيرتش، في حاجات تقدر تتقال عليها على طول لازم نعملها، لان بغض النظر عن ايه اللي هيحصل في الميه فلازم نغير طريقه تفكيرنا عن الميه. حكايه ان الواحد يفتح الحنفيه ويسيبها، حكايه انه يغرق الـ 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 الغيط بـ 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 بتاع، لازم يعني هذا التفكير لازم يتغير، يعني يطلق الميه، انه لازم كمان نفكر ان ده جزء من محاربه الفقر، نوصل الميه للفلاحين اللي محتاجين لها، انه يحصل مانجمنت للاجريكلتشر تو انهانس الايكو سيستمز مش تبوظها، ابجريد الرين فيد سيستمز، وادابت الايريجيشن بتاعت النهارده بوسائل اخرى. ودي بقى النمره 9 دي مهمه قوي، اللي هي ريفورم ذا ريفورم بروسيس،
يعني ان لازم نرجع. كان حد اشار الكاباسيتي بيلدينج، كاباسيتي بيلدينج مهم جدا ان الواحد يرجع تاني ان القائم على هذا العمل يبقى مقتنع بيه ويبقى قادر على انه ينفذه. ما هو ما ينفعش ان انا اطلب من حد مش قادر انه ينفذه انه ينفذ الحكايه دي، مش هيقدر ينفذها. وبعدين الاخيره بقى هي اصعب واحده اللي هي البعد السياسي، to deal with trade-offs and make difficult choices. اذا جينا بناء على الحاجات دي بتقول طيب انا فيدي هقدر اوصل لكده وفيدي هقدر اوصل لكده، بناء للكومبينيشن انت بتختارها هتجد ان الفوركاستس بتاعتك للميه بتختلف جدا. The range of forecast scenarios اللي اتعملت على الووتر withdrawals اللي هتنسحب الميه. لغايه هنا ده الهيستوريك، الاسود ده الهيستوريك. اللي بنلاحظ ان في الثمانينات pre 1980 وبعديها كانت الناس بس بتعمل projection، يعني بتشوف اللي فات ايه وبتمد الخط كده. من بعد التسعينات بدأنا نفكر لا احنا عايزين to bend the curve، الفكرة ان انا مش عايز اقبل المسار التاريخي ومده للأبد فلازم اعمل دراسة. انما ده بيديكوا فكرة على مدى الفروقات اللي موجودة، بس الفروقات دي مش جاية من كل واحد كده بيخبط في مزاجه، كل واحدة منهم فيها افتراضات معينة وراها. إذا افترضت كذا وكذا وكذا بيطلع الخط كده، إذا افترضت كذا وكذا وكذا بيطلع كده. طب إيه الافتراض ده أوقع ولا الافتراض ده أوقع؟ ما ده بقى الحوار اللي هو لازم يتم حول هذه الموضوعات. إنما دي بتبين لكم الكلام اللي كان بيقوله الدكتور طلبة على الفروقات الواسعة ما بين النماذج المختلفة، لأن في افتراضات مختلفة فيها. وبعدين التقارير اتعملت الـ World Water Reports بتاع United Nations، وعملنا ده الدراسة اللي أنا كنت فيها بقى المشترك فيها من 2011-2050 اللي هي سيناريوهات المية في العالم لغاية 2050. ده كان الموضوع الأساسي بتاعنا. الحاجات التانية دي كانت كلها حاجات داخلة في السيناريوهات بتاعت المية ومتوقع أو حاجات متوقع أن سيناريوهات المية هتأثر عليها. فمثلا احنا بعد ما هنخلص دراسة سيناريوهات المية وإن شاء الله نعملها على 2014 عشان IPCC تتزامن معاه، هنرجع تاني للجلوبال انرجي اسسمنت. في 41 سيناريو موجودين في الجلوبال انرجي اسسمنت. كنت بتكلم مع بافيل كابات وبيل كوزغروف انه جايز ان 10-12 منهم يبقوا نوت فيزبل عشان الووتر سيناريوز لما بتضاف اليها، لان اللي بيعملوا الانرجي سيناريوز ما بياخدوش انتو اكاونت الووتر سيناريوز، بيفترضوا المياه موجوده including على فكرة الكولينج ووترز اللي محتاجين لها لحاجات معينة. ففي هيبتدي يخش تداخل. يمكن لما يبقى كل الحاجات دي تتداخل مع بعضها هنقدر نقلل عدد الرينج بتاع السيناريوز المطروحة موجودة دلوقتي. السيناريوز بتاعت المية ليها 10 درايفرز بمفهوم برضو حكاية الدرايفر زي الدلتا كده، فيها 10 درايفرز مختلفة بتأثر على هذه الأبعاد. منها دكتور مجدي هيفني ethics موجودة، الwater ethics والgovernance والinfrastructure politics. ايه بقى مدى تفاعل الحاجات دي مع بعضها؟ انا اقدر اتكلم في الماثماتيكس بتاعتها بس مش مهمة، انما intercorrelated variables in single models بتزود الerror term. That's a technical اللي بيعملوا mathematical modeling يعرفوا الحكاية دي. فاحنا بنبص على ايه مدى التفاعل اللي موجود ما بين الvarious variables اللي هي نفس العشرة دي بتتفاعل قد ايه مع العشرة التانيين. الاوبجيكتيف بقى بتاع السيناريو ده ايه؟ ان احنا عايزين نجد سيناريو او مسار والخطوات اللي لازم نعملها عشان نحقق هذا المسار، بحيث ان نقلل الضغط على المية، نزود الانفيرومنتال سستينابيليتي، ونوصل لاحسن قدر ممكن من الهيومن ويل بينج. ثلاث حاجات، الثلاثة اوبجيكتيفز بتاعت السيناريوهات عايزين نوصل لها. ازاي بقى؟ ادي الووتر كونسامشن ويزدرول اهي متاثره بالاربع حاجات دول، تكنولوجي وايكونومي وبوبوليشن سايز وايكو سيستمز اند لاند يوز. وعندنا الووتر ريسورسز الهيدرولوجيكال سايكل بتاع الامطار والميه والبتاع اللي احنا عارفينه الاندر ووتر. الاثنين سوا بيدونا الووتر ستريس، وده طبعا السستينابيليتي على مدى التفاعل ده بيبقى فيه ويل بينج بوفرتي ايكويتي الى اخره. ودي حاجات بتأثر فيها من climate change لvalue challenges لpolitics and governance. الخطوط دي كلها محاولة نشوف ايه اللي بيأثر عليها. الاسهم السوداء one way، الاسهم الزرقاء two ways، دول بيأثروا في بعض interactive effects يعني. فالinteractive effects ما بين الvariables لازم تندرس بطريقة
واللي منكم حضروا معايا الكورس بتاع الكوانتيتيف تكنيكس ان ذا سوشيال ساينسز يعرفوا الانتراكتيف افكتس بتعمل ازاي غير السنجل دايركشنال افكتس. ده بيديكوا فكره عن تعقيد مجرد ان الواحد يعمل سيناريو واحد للميه ات ذا جلوبال ليفل. ده عشان نحط بقى كل الكلام ده في اكويشنز ونجيب معلومات دقيقه لكل علبه من العلب دوله ونبتدي نحطها. فبنبدا ازاي؟ بنبدا بكريتيكال دايمنشنز عشان نعمل ديسكريبتورز اوف ذا ايمجز اوف ذا فيوتشر اللي احنا عايزينها. وفي كل واحده من دول طبعا هاي كلايمت تشينج لو كلايمت تشينج. الاخضر ده اللي هو ديزايربل وده الانديزايربل. وكل حاجه هتبقى على سموير في المسار ما بين التو اكستريمز دول. فبنعمل كوبويب دايجرام او مابينج دايجرام صغير عشان نبتدي نتصور طب اي نوع بقى من العالم اللي احنا بنتكلم عنه. انا بقول العالم لان احنا بنتكلم على الجلوبال سيناريو، لسه ما هوبناش نواحي الريجنال واللوكال لان لسه بنحاول يا دوب نوصل للجلوبال سيناريوز. فالبلوت ناراتيفز دي ار اوتلايند وذ ريفرنس للفاريبلز دي، وبعدين نبتدي نعمل برود سمري اوف ذا فاينل ايمج في الدايجرام. ساعات بيسموها رادار دايجرامز او كوبويب دايجرامز زي دي كده مثلا. ادي الكونفشنال وورلد لو الامور استمرت زي ما هي، الفاليوز كل واحد بيدور انا مالي انا هكسب ايه ماليش دعوه بالناس الثانيه، الجلوبال كوبريشن وسطي، ووتر ستريس مازال وسطي، اتسترا اتسترا. ده التصور بتاع العالم اللي احنا ماشيين عليه. وادي الخمسه ستوري لاينز بتوع السيناريوز المختلفه اللي هنبني عليها. كل واحده من دول از ا فاميلي اوف سيناريو. زي ما قلت لكم الاي 1 والبي 1 وبتاع اللي موجودين في الاي بي سي سي ده، كل واحده منهم من الاربعه دول، دول خمسه هنا، كل واحده اربعه تانيين، كل واحده فيها فاميلي اوف سيناريوز تقريبا 10. لان كنا في الجلوبال انفايرمنتال اسسمنت كان في 41 سيناريو، زي ما قلنا ان يمكن بعد ما نخلص دي هنقدر نشيل منهم 10 على انهم نون فيزبل فيتشالوا خالص ونبتدي نحصر الموضوع شويه. ده بيدينا بدايه تصور الى ايه اهم الحاجات اللي هتاثر في السيناريو ده، وفين الويكنس والويل بينج هيحصل فيه في الكونفليكت وغيره. اللي احنا بنعمله ده تو ريديزاين الفايف سيناريوز دي، ايه اللي خلص لغايه دلوقتي؟ خلص ايدنتيفيكيشن اوف ذا ميجر اكسترنال فورسز والانديكيتورز بتاعتها. خلص الريفيو باي سيكتور سبيشالستس عالميا. خلص الايدنتيفيكيشن بتاع الكريتيكال دايمنشنز اللي هم التسع دايمنشنز اللي وريته لكم دول. في بدايه الستوري لاينز اتعملت واتحطت في الورلد ووتر ديفلوبمنت ريبورت نمبر 4 واز ببلش سيبريتلي باي يونسكو. النكست بارت بقى اللي هو البارتنرشيب مع اياسا اللي انا كنت فيه ده، عشان تو ريديزاين يوزنج بقى ابلايد سيستمز اناليسيس. كده ده كلام عام، هو صحيح يعني مترجم شويه كده بدايجرامز واروز وعلب وبتاع، بس عايزين نوصل للارقام. زي ما الدكتور طوبة قال ال 30 وال 70 عايزين نبتدي ايه نلمها شويه، فدي عايزه ارقام. الارقام بقى هنبقى مع الاياسا وهنعمل ابلايد سيستمز اناليسيس. ده از ان انتجريتد انتر ديسيبلينري انترناشونال اندبندنت سولوشن اورينتد لونج تيرم تريد اوفز فوكست جروب. ازاي هنعمل الحاجات دي بقى؟ اساسا ان احنا عندنا تداخل كبير جدا ما بين ثلاث دوائر. الانرجي والكلايمت تشينج ار فيري كلوزلي لينكد، واضح جدا من حكايه الايميشنز ومش الايميشنز وبتاع. انما الفود اند ووتر ار فيري كلوزلي لينكد، والبوفرتي اند ايكويتي اللي هو مفروض هدف التنميه كله برضو ار كلوزلي انترلينكد. الثلاثه دول ما اقدرش افصلهم عن بعض، وان كنت بفصلهم عن بعض دلوقتي مجرد عشان ان انا اقدر اعمل يعني بصغر البروبلم، ببص في حاجه محدده. زي طبيب عارف ان الانسان ده جسم متكامل، انما دلوقتي بيبص على الليفر فانكشنز، هيشوف تاثيرات الكبد والليبيدز وبتاع، او هيشوف الكاردياك والقلب وبتاع، او هيشوف يعني بيبص او بيعمل اشعه مقطعيه في المخ. كليرلي كل الحاجات دي ما هو في الاخر اورجانيزم واحد، بني ادم واحد، هنا برضو مشكله واحده، انما بنقسمها حتت ولازم نبقى عارفين ان الحته الثانيه هتاثر معانا، انما بنحاول نفهمها حته حته. فبالنسبه للميه عندنا مشكله ما بنسميها جرين ووتر وبلو ووتر. الجرين ووتر اللي هي موجوده في الارض
اللي هي بتمتصها النباتات، والبلو ووتر اللي هي سيرفيس ووتر زي الانهر والبحيرات وما الى هذا، والرين ووتر هارفستنج بيبقى ما بين الاثنين. مهم لغايه دلوقتي ان في الزراعه الايريجيشن بتلعب دور كبير، والرين فيد بيلعب دور اكبر ولكن على مسطحات واسعه قوي. فالرين فيد اجريكلتشر بنسميه جرين ووتر فقط، انما البلو ووتر بتروح كلها للايريجيشن. عايزين نغير التفكير ده ونقول ان في رينج، وان احنا بيبقى في، لو عرفنا نعمل فولي ايريجيتد بيبقى كله بلو ووتر، فولي رين فيد بيبقى جرين ووتر، انما لو قدرنا نعمل سبلمنتال ايريجيشن ميكست سيستمز الى اخره هيبقى كفاءه استعمال المياه اعلى قوي. لان المشكله الكبرى بتاعت الرين فيد ان بتيجي الامطار بصوره غزيره جدا في فترات معينه بتعمل فيضانات، وبعدين والفيضانات على فكره بتبوظ الزراعه مش بتنفعها يعني، وبتيجي فترات تانية في قحط وفي حاجات كثيره من هذا النوع. فالزراعه عشان الانتاج الزراعي عايزين نفكر بصوره مختلفه زي ما كنت بقول من شويه، مش مجرد بير يونت اوف لاند، مش كم انتاج طن في الفدان، انما كم طن للمتر المكعب الميه، كم طن للجولز بتاعت الطاقه، كم طن لساعات العمل بتاعت الليبر. الليبر ده اصبح مهم. لو بصينا لمصر والجزائر، ده نورث افريكا، كل الدول دي بيقل فيها يعني دورش الجيل بتاع الشباب اللي موجود عندنا دلوقتي ده الجيل ده، وبعد كده هيبتدي يرجع يقل شويه زي ما بيقل في اوروبا وغيره. فاذا الفتره الجيل اللي جاي، ما احنا بنتكلم سيناريوهات لغايه 2050، فاذا في فتره 2050 هيحصل تغير في الديموغرافيك ستراكشر، وبالتالي في الهيومن انبوتس بوث فور كونسامشن اند فور ليبر انبوتس، في استعمال الميه في الزراعه وغيرها، زائد طبعا ان هتزيد المدن. متوقعين طبعا احنا الاربنايزيشن زاد جدا والباترن اوف اربنايزيشن بتزيد. فماتش هاز بين دان يعني. دلوقتي لو بصينا دي كل التقارير دي كنا بنراجعها تاني مع بعض، ودي كلها دراسات كملت على حاجات اوجه مختلفه من هذه القضايا. واذا بصينا للجلوبال انرجي اسسمنت زي ما كنت بقول لكم، في سيناريوهات بقى على ايه الكومبوننتس بتاعته. احنا بقى بنيجي ده التوقعات المختلف، شوف بقى في كام سيناريو، انما في الاخر الاي بي سي سي بتختار الخط الاحمر ده، وقالت هو ده اللي عايزين نمشي عليه كالبيس سيناريو بتاع بيس، وبعدين بيبقى في رينج حواليه بيطلع، وبيطلع من ال 41 سيناريو الباث ويز جلوبال انرجي اسسمنت باث ويز، لقينا ثلاثه سيناريوهات اساسيه حوالين كل واحده في مجموعه صغيره من السيناريوهات المختلفه، فبتدينا التصور والاختلاف كله على الميكس بتاع انواع الطاقه الاوليه. يعني هاو فار ويل رينيوبلز بي ايبل تو ريبليس كونفنشنال انرجي سورس، برايمري انرجي سورس هتطلع منين؟ ده اللي بيفرق كتير جدا. طب ايه اللي يعادل هذا بقى في الميه؟ ده اللي احنا عايزين الدراسه دي بتاعت السي او 2 سايكلز في الانرجي، والدراسه دي بالنسبه للامباكتس للانرجي الحالي بنعمله، عايزين نعمل ما يعادلها بالنسبه لقضايا الميه. طب اذا كنا في قضايا الميه قلنا بقى عندنا جندر وعندنا ايثكس وعندنا حاجات، هتخش ازاي؟ بندخلها جوه الاناليسيس نفسه تبقى انتجريتد. يعني جندر ايكواليتي بتطلع من جزء من التفاعل ما بين الماركتس والفورمال انستتيوشنز والانفورمال انستتيوشنز، فالاناليتيكال ستراكشرز بتاعت المودلز هي اللي هتؤدي الى وجود او عدم وجود greater degree of gender equality. لان الدراسات دي كلها اتعملت، الخطوه اللي جايه اللي احنا كنا بنتكلم فيها الاسبوع اللي فات هي بدايه تربيط الحاجات دي مع بعضها. تربيطها بقى ازاي؟ اول حاجه يعني في an intersectoral impact model intercomparison. طيب ده معنى ايه؟ المودلز اللي موجوده اللي وريتها لكم في كذا موديل ماشين جنب بعض، ونقول طب الحزمه دي يعني هناخد الحته دي كده ونحط خط في النص، لا، كل موديل من دول في افتراضات ادت الى هذا المسار. فاحنا عايزين ناخد المودلز دي ونقارنها ببعضها، نشوف ايه الافتراضات اللي كانت فيها، واز انفورميشن بيكمز افيلبل نبتدي نقول لا الموديل ده افضل من الموديل ده، الموديل ده از عنده بيتر بريدكتيف فاليو، عن ده مور روبست. دي كلها تكنيكال تيرمز، الروبستنس بتاعت الموديل نفسه، الديجري اوف فاريابيليتي بتاعته، الديسكريبشن، الديسكريمينيشن اللي موجوده فيه الى اخره. فقال لك طب هنبتدي بقى ناخد الانتر سيكتورال امباكتس اللي هي ما بين مثلا الزراعه والميه،
ما بين الانرجي والميه، ما بين حاجات ده انترسيكتورال امباكتس. هناخد مودلز ونعمل لهم انتر كومباريزن بروجكت عشان نبتدي نعمل ريفاينمنت في الجزئيه بتاعه الامباكت من السيكتور ده على السيكتور ده. فدي دراسه بدات دلوقتي. الاي بي سي سي فيفث اسسمنت ده اللي احنا منتظرينه سنه 2014، طبعا هو بينظر لكل حاجه واحنا هنحاول نسنده. والكلايمت ريسيرش بروجرام بتاعه في جزئيتين، في الكابلد موديل انتر كومباريزن، ان احنا تمسك تو مودلز ات التايم لنفس الحاجه وتقارنهم، تو مودلز ات التايم، ونعمل كده زي ما بقول ايه، عامله زي الكاس. الاثنين دول ده طلع احسن من ده، والاثنين دول ده طلع احسن، نقارن الاثنين دول، اللي كسب هنا واللي كسب هنا نقارنهم على، واللي كسب هنا واللي كسب هنا ونقارنهم مع بعض، شويه زي الـ 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 الكاس. تعمل اكسكلوجن كده وانت ماشي، وتتجمع لغايه ما توصل الى احسن واحد. والثاني اللي هو الشيرد سوشيو ايكونوميك باث ويز. الشيرد سوشيو ايكونوميك باث ويز دي اللي هي القصص او السيناريوهات اللي ار لايكلي، يعني ايه الافتراضات اللايكلي بالنسبه للعلاقه ما بين الصين والهند وامريكا. ما هو برضه لازم تبقى في شيرد سوشيو ايكونوميك باث ويز ذات ار كريديبل، ما تبقاش يعني او ممكن في ناس تفترض حروب، وفي ناس تفترض حروب مش هنحل حاجه يعني. فبنعمل جلوبال امباكت مودلز. الاولويات بقى باينه في ايه؟ ان هنعمل الجلوبال الاول اللي هو ده الـ SSP for the population and GDP impact models وده الـ climate change models. الاسود هو اللي هنعمله stage 1، الاحمر ده هيتعمل stage 2 بعدين. خلينا دلوقتي زي ما انت شايف سايبين الريجنال مودلز دلوقتي. خلينا الاول لو عرفنا نشتغل على الجلوبال ونربط الجلوبال، على الاقل هيبقى عندنا an improved framework within which the local and regional work can be done. ولكن الكي انا في رايي ما زالت هي الفود اند ووتر، الدايره دي هي الاساس بتاع كل حاجه. لانه كلايمت تشينج والانرجي صحيح مهمه جدا، ولكن في النهايه الناس لو مش لاقيه تاكل هتبقى في مشكله كبيره. وسيستماتيك ابروتش اون هاو تو هاندل ات فور ايجيبت لينكد وذ ذات از بوسيبل. ايه اللي ممكن نعمله بقى بالنسبه لمصر دلوقتي؟ ادي الاطار العام واللي وصلنا اليه از اوف لاست ويك. يعني انا بديكم فيري ليتست ابديتد انفورميشن، ايه اللي اتعمل وايه اللي فاضل. بالنسبه لمصر بقى نرجع تاني، لان الزراعه والامن الغذائي واللاند لوس والسولت ووتر انفيوجن ميجر ايشوز، والووتر از ا ميجر كونسترينت، والنايل ووترز عارفين احنا قصتها. وفي لازم نرجع تاني الى انواع المحاصيل. يعني احنا عندنا كده رغبه شديده جدا ان احنا لازم نزرع اكتفاء الذاتي في القمح يعني كهدف سياسي، انما لازم نسال نفسنا اذا كان كميه الارض الموجوده عندنا كذا وكميه الميه اللي موجوده كذا، هل هذا هو احسن استعمال ليه ولا لا؟ الانترناشونال دايمنشنز اوف ووتر ماست بي مولد. عايزين هيدرولوجيكال موديلنج بتاع الانتاير نايل بيسن، زي ما قال الدكتور طلبه، هل الامطار هتزيد ولا هتقل؟ ده في خلافات كبيره. وسيناريوز على نوع الاجريمنتس اللي ممكن نعملها في النايل ووترز مع الدول العشره المسؤول، وتطوير بحيره ناصر، لان دي فعلا لسه ما خدتش دور كبير رغم انها كميه كبيره جدا من الميه الحلوه. الناشونال دايمنشنز فيها الووتر يوز افشنسي اندر جراوند، الكلام ده قلته قبل كده. والناشونال اند سب ناشونال اجريكلتشرال موديلنج، هيبقى فيه اللاند ريكلاميشن اللي هو اصلاح الاراضي، هيبقى فيه الفود سكيورتي والكروب اوبتمايزيشن، الافشنسي جينز، الديفرنت فرايتيز، ونفكر في الاكواتيك ريسورسز، الاسماك والثوره السمكيه وغيرها. وبالنسبه للاربن هنحتاج تاني نرجع تاني لحمايه المدن والريد سي سيتيز والدلتا سيتيز، والاندستري اند انرجي طبعا الامباكت بتاعها على الميه مش مدروس كفايه ولازم تاني ندرسه. فالافضل ان هنعمل سيريز اوف سيبريت مودلز بدل ما نحاول نعمل موديل واحد كله. ما بين كل موديل وموديل المخرج من ده هنقدر نستعمله في ده، بس عايز ان واحد يستعمل جادجمنت بتاع اكسبرتس في الحته دي بدل ما يدخله كله في بعضه، لان بيحصل كيوميليشن اوف ايرور في الماثيماتيكال ايكويشنز. ده موضوع تاني اقدر اتكلم فيه بس مش هتكلم فيه دلوقتي. فايتس بريفربل تو وان بيج انتجريتد موديل. الفود سكيورتي والايجيبت كونتينيو تو ريلاي اون فود امبورتس، كم الحاجه العالميه للمزيد من الزراعه والانتاج الزراعي از هيوج. على فكره في ما بين 2010 و2050 العالم هينتج غذاء اكتر من كل اللي انتجه في 1500 سنه اللي قبليها، يعني الاكسا كالوريز يعني.
International food crop prices مهمة جدا بالنسبة لنا. تمن القمح يهمنا جدا بالنسبة لمصر. والافيلابيليتي اوف امبورتس، هل الدول هتمنع ولا هتسمح بتصدير لما حصل شح الويت؟ روسيا وغيرها حطوا اكسبورت بانز على الويت. ففي عايزه الكروب اوبتمايزيشن ستراتيجي جزء منه. فعشان نعمل الحكايه دي ناخد الامباكت موديل، ده عمله افبري انترناشونال فود بوليسي ريسيرش انستيتيوت، موجود في ووتر موديل وفي سيناريوز اند موديل انبوتس وفي اجريكلتشر برودكشن اند فود سيتويشن. ده الشكل اهو، ادي الموديل انبوتس والسيناريوز، ادي الووتر سيميليشن، وادي الاجريكلتشر سيميليشن بوكس. بدانا نحط فيهم البوكسز ونوصلهم مع بعض عشان تبتدي تبان. طبعا دي الريفرنسز كلها موجوده. Now these are complicated, interconnected, interacting models. ولكن لو عملنا endogenization دخلنا كل الفاريبلز جوه هيحصل error terms مش هقدر احكمها، لان بشوف اللي داخل في الكمبيوتر وطالع من الناحيه الثانيه مش هقدر اتابع فين الخطا حصل فين. ف let's review the key steps. هبتدي بالجلوبال سيتويشن اللي هو الامباكت فريم ورك. محتاج لجي اي اس داتا، لازم عندي في مصر عندنا جي اي اس، اي نيد ات. وفي السوات دريم موديلنج وديفلوبينج ان ايجيبشن ستراتيجي، وبعدين ري تشيكينج ويز ذا ايفولفينج جلوبال سيناريوز، لان جلوبال سيناريوز بتتغير فانا لازم اغير تاني. وادخل بعد جديد اللي هو البفر ستوكس، بفر اسبيكتس بالنسبه للسياسه بتاعتي، بالنسبه للامن الغذائي الى اخره. فالامباكت فريم ورك اللي هو الجزء ده دي الداتا اناليسيس اند موديلنج تولز، انا هقدر اطبع لكم الحاجات دي اللي عايزين تشوفوها. والكي ستيبس بتاعتها اكس انتي اناليسيس، بريدكتيف موديلنج ات ذا هيدرولوجيكال ريسبونس ليفل، في الكوست بنفيت. يا دكتور دخلنا في الكوست بنفيت، لازم كوست بنفيت وانفيرمنتال كونسترينتس. وبعدين اكس بوست اناليسيس، ايه النتيجه بتاعت الابلكيشن دي. فايميز اجريكالتشرال ووتر مانجمنت الاي دبليو ام سولوشنز ار انكوربوريتد في الاف بري موديلنج افورتس، يعني دول المركزين كانوا المراكز الزراعيه اللي انا كنت شرفت برئاستها في السي جي اي ار وقت ما، والاثنين اشتغلوا مع بعض وخلصوا الحته دي. فالسؤال طيب ايه مدى يعني اصل السؤال مش بس ايه نوع المحاصيل اللي هزرعها وفين واي نوع من الارض وباي كفاءه، انما اي تكنولوجي، هل هستعمل بامبس، هل هستعمل دريب اريجيشن، هل هستعمل كونفنشنال اريجيشن، هل الكنالز دي مكشوفه فبيحصل تبخر ميه منها ولا منطقيه ما يحصلش تبخر ميه منها، الدرينج كانال بتاعتها بولوتد ولا مش بولوتد. ما هو في اصل كميه الفاريبلز اللي بتخش حتى عشان اقول هنستعمل كام ميه عشان نطلع كام زراعه، فيها فاريبلز كتيره جدا. فدي عايزه بحث. ففي الكوميونتي انفولفمنت بيكمز امبورتنت عشان نعرف الابتيك بتاع الاتجاهات الجديده دي ايه بالنسبه لمحاصيل انواع جديده الى اخره. والانيبلنج انفايرمنت بقى اللي هو دور الحكومه واللي بتعمله مش بس وزاره البيئه وزاره الزراعه والارشاد الزراعي الى اخره. التجربه دي اتعملت على الدول اللي انتم شايفينها بالاخضر هنا كلها اندرست، وبتطبق دلوقتي على الازرق دول. طبعا احنا مش متطبق عندنا حاجه، انما ده كله متطبق، يعني ده اكشوال الموجود. والدراسات دي بقى بتبين بقى الموتور بامبس وبتاع والاجريكلتشر كونسرفيشن والريفر دايمنشن وكل الحاجات الموجوده دي، بيحصل تغيير الكالتيفيتد ارياز بيحصل فيه ايه. بالنسبه لنا احنا الجي اي اس اناليسيس عندنا رورال بوبوليشن بيزد والبايوفيزيكال سوتابيليتي، يعني وجود ناس في حتت معينه ما اقدرش افترض انهم هيقدروا يزودوا الزراعه بتاعتهم. مثلا ناس موجوده في سيوة، طب هيقدر يتوسع قد ايه في زيو؟ ففي فيزيكال ايكولوجيكال كونسترينت وفي بوبوليشن كونسترينت. ناس موجوده فين؟ يعني وجود الناس مع وجود البيئه المهم يحصل له مابينج، وده جي اي اس، ده شغل جي اي اس انه يربط السوسيو ايكونوميك بالفيزيكال ديبلويمنت. والفاينل بوبوليشن ار ريتشد باي بيسن، ده مهم قوي. هنخش بقى سيبك من كومبليكيتد ابلكيشن، لما في ريشيوز بتتحسب لكل حته منهم وبنوصل للابلكيشن اريا. الابلكيشن ارياز دي ده امثله اتعملت من الاج ووتر سولوشنز بتاعت الايمي، بتطبق المودلز اللي انا اتكلمت عنها من شويه دلوقتي. وده بيديكوا فكره على مدى التطبيق الفعلي اللي حصل في الدول دي، يعني دي كل الدول دي تم فيها الدراسات بتاعت السمول ريزرفوارز حته حته مدروسه حته حته، وان سيتو ووتر هارفستنج حته حته، موتر بامبس اند بنعمل بقى السكيلينج اب على ريجنال سكيل من المودلز التحتانيه دي. فلذلك بما انهم هم كانوا بيعملوا الحاجات دي للدول معينه، فنقدر احنا نعمل حاجات مماثله، نقدر نستعمل الادوات ده هي كتمبلت نطلع بيها من تحت
بس لازم احنا بقى ايه نربط من الجلوبال من فوق، وهو ده بقى الحته اللي هتعوز السيستمز اناليسيس بتاعنا. السوات دريم موديلنج، بس عايز اقول ان السوات ده سويل ووتر اسسمنت تول، وبيستعمل الارك جي اي اس موديل. الدريم هنا فيه خلافات عشان ما نلخبطش. دريم از دايناميك ريسيرش ايفالويشن فور مانجمنت، اتس نوت تو بي كونفيوز وذ داست ريجنال اتموسفيريك موديل اولسو كولد دريم، اللي نوع مطلعه الاثنين طالعين قريب يعني سيبرت، بس ديفرنت مودلز عندهم نفس الاكرونيم يعني، والاثنين جزء من الاي تي اي موديل اللي هو ستيت اوف ذا ارت اتموسفيريك موديل ذات از بينج يوزد و ديسندنت اوف ذا هيدروميتولوجيكال انستيتوت بتاع بلجراد. الايكونوميك كلايمت فوركاست سيستم بناخد السكند فيرجن بتاعه as applied، انما نقدر نغير فيه اذا راينا غير ذلك. السويل اند ووتر اسسمنت تول اتعمل لكل الاحواض المائيه دي بما فيه افتراض النيل، ولكن عيبه انه مش مربوط بالجلوبال سيناريوز اللي هي 30 70 اللي بيقول عليها الدكتور طلبه. فناس عملت لوكال اسسمنتس، بس اللوكال ريجنال اسسمنت مش مرتبط بالجلوبال اسسمنت، ودي مشكله كبيره جدا. ايه الاسامبشنز بتاعتنا؟ الكروب واللوكيشن اوف اريجيتد فارمنج والجروينج سيزونز اوف كروبس، الكروب ميكس اوبتمايزيشن بقى ليها الايكويشنز بتاعتها مش هنخش فيها دلوقتي، انما اللي عايز يخش فيها مستعد اتكلم فيها وقت ما. في بقى هيدرولوجيكال سيميوليشن، كروب اريجيشن سيميوليشن، كروب ميكس اوبتمايزيشن، وبرايس سنسيتيفيتي اناليسيس. هنا بقى نخش برايس سنسيتيفيتي اناليسيس عشان نعرف زي ما حصل في السعوديه. السعوديه كانت بتنتج قمح في القصيم بيكلفها خمس اضعاف الثمن العالمي، طب ايه الفكره؟ عايزين بقى بالحاجات دي نجمع الحاجات دي ونعمل ان ايجيبشن استراتيجي، ايجيبشن استراتيجي بتاعتنا، ونعمل ري تشيكينج بقى الايجيبشن استراتيجي دي اجينست الايفولفينج جلوبال سيناريوز. يبقى احنا هناخد ناخد الحاجات الريجنال واللوكال كتمبلس نجود فيها ونصلح فيها ونغير فيها ونطلع بتصورات، بس لازم نعمل بقى تشيك تاني على الجلوبال بيحصل فيه ايه، ولازم يبقى فيه الانترفيس ما بين الاثنين دول عشان نعمل انتجريشن. وذاتس هاو ات كان بي دان. الهيدرولوجيكال والسبارس اديتيف مودلز دي برضو جزء من استعمال اللينك ما بين الجلوبال واللوكال، وده بالنسبه للورلد برايسز. زي ما كنت بقول ان زادت اسعار القمح في الفتره الاخيره، الفوركاست ده هي ده موجود كجزء من الاف بري مودلز عشان بيعملوا اناليسيس وفوركاست. انترناشونال فود بوليسي ريسيرش انستيتيوت بيعملوا فوركاستس على اسعار البيزك كوموديتيز زي الويت والرايس والحاجات اللي تهم الناس. فانتجريتد بفر اسبكتس دي كلها، كي ستيبس دي كلها هي اللي تطلع سياسه. هاو دو وي اورجنايز فور اكشن؟ ده اللي احنا عملناه بالنسبه للميه. في جوفرنينج بورد، في بروجكت دايركتور، في سكرتاريا، في بروجكت جروب بيعمل بروبوزال سيناريوز وبتاع، وفي سيكتور ادفايزري جروب يعني بتوع الزراعه وبتوع الميه وبتوع البيئه وبتوع الاقتصاد الى اخره، وفي اكسترنال اكسبرتس مش موجودين في الجروب، الجروب ده بيستعين باكسترنال اكسبرتس. وبعدين في سيناريو فوكس جروب، الشير هنا بيبقى جزء من الجوفرنينج بورد والشير هنا جزء من الجوفرنينج بورد، ده بيجيب الستيك هولدرز ودول اللي هم بيرسموا الناراتيف ستوري بتاع السيناريو. يعني طب السيناريو ده هيبقى دو وي اسيوم ذس او اسيوم ذات، هاو دو وي تشينج ذس، ويبقى في تفاعل ما بينهم وبين البروجكت. البروجكت جروب يعمل الفوركاست ويرجعها تاني نناقشها في الجروب ده ونطلع بيه. الاستراكشر دي وي ونت تو يوز ات، ده اللي هنستعمله بالنسبه للميه. فقلت ان احنا نقدر عالميا بقى، ده اللي بيتعمل في الاياسا دلوقتي، فده بنعمله عالميا، وانا جزء من السيكتور جروب والجوفرنينج بورد بتاع المجموعه دي. بنشتغل في سيناريو بيلدينج، وي نيد استراكشر لايك ذات. احنا عندنا ناس كتير بتشتغل في حتت مختلفه، عايزين نجمع الناس دي ويبقى قدره تنسيقيه بهذا الشكل. دكتور صلاح وعد ان انا هزود حاجه واقولها في الاخر، وهقولها في الاخر، نحاسب ان احنا واحنا بننطلق ما نتزحلقش. وانا عارف ان الكلام اللي قلته ده بيضم كل السيكتورز دي، فهتبقى صعبه جدا. بس ليا صوره بحب استعملها، الروبكس كيوب. الروبكس كيوب صعب جدا لما تيجي تشتكي تحاول تحله، ولكن في النهايه ممكن الواحد بالمعرفه انه يقدر يحله. فاحنا ممكن نحل المشكله بتاعتنا ايضا للتعامل مع قضايا المناخ والميه والامن الغذائي والطاقه بالنسبه لمصر. وانا متاكد ان احنا اذا فعلا تبنينا ان دي مش نهايه، ما هياش وان اوف، انما هتبقى بدايه، يبقى احنا فعلا هنقدر نبني قاعدة تقدر تخدم البلد ونشتغل فيها ايد واحدة، كل واحد من جامعته، ويبقى في مجموعة هنا، وهنبني ان شاء الله مركز
للدراسات البيئية في مكتبة اسكندرية يكون شغلته هو هذا التنسيق ما بين الجهود المختلفة اللي بتتعمل في كل حتة. وشكرا لكم.